أما بعد، فيا أيها الإخوة، لا بد من الإشارة في هذه الخطبة إلى ما استفاق الناس عليه اليوم، والناس يصلون صلاة الجمعة واقفون بين يدي الله في مكان للعبادة، يتقربون إلى الله بخطبة الجمعة وصلاتها، فيدخل إنسان يقتل عشرات من الناس ويصيب عشرات من الناس. ما ذنب هؤلاء الناس؟ ما ذنب هؤلاء الشهداء الذين نعتبرهم شهداء عند الله ونرجو الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة؟ أي عنف هذا ونحن نتحدث عن العنف؟ أي عنف هذا؟ أي عنصرية هاته؟ ما الذي يتربى عليه أمثال هؤلاء الناس؟ هؤلاء الذين جاء القرآن ليتحدث عن الدفاع عن معتقدات الناس وعن أماكن العبادة للناس جميعاً، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فيأتيك ناس فقدوا الضمير، فقدوا الإنسانية، أناس عنصريون إلى أقصى الدرجات، فيدخل المسجد ويمطر الناس بوابل من الرصاص أطفالا ورجالا ونساء، ليس لهم ذنب إلا أنهم مسلمون، ليس لهم ذنب، ما ارتكبوا ذنبا أبدا، أناس مسالمون يعيشون في بيئة غير بيئتهم، وهم أقلية يحترمون المجتمع الذي يعيشون فيه في نيوزيلندا، ومع ذلك يصابون بهذا الذي أصيبوا به هذا اليوم. لذلك أقول أيها الإخوة، الواجب في مثل هذه الحالات أن لا يكتفى بمجرد كلمات التنديد أو شيء من هذا، إنما يجب أن يبحث عن السؤال: كيف وصل الناس إلى هذه الدرجة من الحقد؟ من الذي يوجه هؤلاء الناس؟ في بلاد الغرب يحترمون حرية التعبير، يأتي الواحد فيتحدث عن الإسلام بسوء، يتحدث عن الإسلام بكل شر، وعن المسلمين بأنهم شياطين، ثم يقال له إن هؤلاء إن هذه حرية تعبير. يمين متطرف في بعض البلاد الغربية يتحدث بحقد كبير على الإسلام، قنوات فضائية متخصصة في ذلك. ثم عندما يقع مثل هذا الجرم يأتي الناس ليقولوا إن هذه حرية تعبير، وقد اعترفوا، قالوا إن هذا الرجل كان معروفا بأنه له آراء خاصة وله آراء حاقدة ما الذي كنتم تنتظرون؟ إذا كان الناس يعرفون أن هذا لديه حقد على الأجانب، لديه كراهية للمسلمين، ما الذي ينتظر إلى أن يقوم بجريمته ثم بعد ذلك يقول الناس إنهم ينددون ويستنكرون؟ لماذا لا يوفر الأمان للمسلمين في البلاد غير الإسلامية؟ في بلاد المسلمين يوفر الأمن لكل الأقليات، وهذا شيء مطلوب، على الأقل مثل هذا ينبغي أن يوفر للمسلمين في مساجدهم وفي أماكن عبادتهم، هم مواطنون أيضا يدفعون الضرائب ويساهمون أو يسهمون في الاقتصاد، فلما لا توفر لهم الحماية؟ لما يتركون هكذا يؤدون صلاتهم مع الفجر أو وقت الجمعة والأبواب مفتحة ولا حراسة ولا أمان؟ ثم من يمنع عنهم هذا العنف أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، أي هذا العنف الذي يمارس ضد المسلمين عبر الفضائيات، عبر بعض السياسيين في الغرب، عبر بعض الإعلاميين في الغرب الذين يشيعون كراهية الإسلام ويشيعون الحقد ضد المسلمين؟ فإذا سمحت بإشاعة الكراهية وسمحت بإشاعة الحقد والبغض بين الناس، فمعنى ذلك أنك تسمح بمثل هذه الجرائم التي تقع. نحن قبل خطبتين ذكرت لكم كيف نتعامل مع الآخر، وشعارنا في ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا تستحق هذه الآية أن تكون شعارا للتعايش العالمي بين كل الثقافات وبين كل المكونات وبين كل الديانات؟ يتعايش الناس فيما بينهم، المسيحي يقصد كنيسته في أمان، والمسلم يقصد مسجده في أمان، واليهودي يقصد معبده أو بيعته في أمان. ما الذي يمنع العالم من أن يصل إلى هذا؟
لكن للأسف بدل أن يجتمع الناس من أجل إشاعة روح التسامح وإشاعة روح قبول الآخر، للأسف فإنهم ينظرون باسم حرية التعبير للحقد وللكراهية ولشيطنة الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرحم هؤلاء الشهداء وأن يشفي ويعافي هؤلاء المرضى الذين أصيبوا. أسأل الله تعالى أن يرزق لذوي هؤلاء الشهداء الصبر الجميل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل الختم أيها الإخوة، أشير إلى أنه يزورنا اليوم إخوة لنا يبنون مسجدا، مسجد النجد 4، وهؤلاء الآن على في طور نهاية بناء هذا المسجد، لمن أراد منكم أن يسهم معهم في إكماله وفي اللمسات الأخيرة له سيقفون على الأبواب. وذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم احفظنا في ديننا، واحفظنا في قرآننا، واحفظنا في سنة نبينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأد الدين على المدينين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.